لم يعد المجلس التأسيسي وحده ساحة للنقاش مسودة الدستور، إنه المسجد يقتحم ميدانا لا عهد له به من قبل خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع. مناقشة الدستور ومسودته في قاعة مسجد أمر جديد على الساحة التونسية، حدث قد يعيد مسألة تحييد المساجد عن العمل السياسي إلى واجهة الأحداث من جديد، إذ يرى فيها بعض العلمانيين توظيفا سياسيا يخدم مصلحة أطراف معينة على حساب أطراف أخرى. السعي إلى الخلط بين الاثنين، بين إمامة الجماعة وبين معناها الدور متاعه معناها كمواطن، هو اللي إلى حد الآن الجماعات الإسلامية لم تقدر على فهمها. إذن هي مسألة تستوجب إيجاد حلول تتلائم وتطلعات المجتمع التونسي، الذي وإن تميز بتعددية نسبية فإنه لم يتعود بعد على مثل هذه الأجواء السياسية التي يشارك فيها الجميع في مناقشة الشأن العام بعد سنوات من الدكتاتورية. لا تزال مسألة تحييد المساجد عن العمل السياسي في تونس محل اختلاف، فبين من يرى أن دورها مقتصر على العبادات، يذهب البعض الآخر في القول بأن للمساجد دورا تعبديا وتثقيفيا واجتماعيا وحضريا، بل ودورا سياسيا يخول لهم الذهاب لمناقشة مسودة الدستور المرتقب. لئن نبه العلمانيون إلى خطورة ظاهرة توظيف الدين في العمل السياسي والمطالبة بتحييد المساجد، فإن الجمعية التونسية للأئمة لا ترى في ذلك حرجا، بل ذهبت إلى تنظيم ندوة علمية بجامع الفتح بتونس العاصمة لإبداء رأيها في مسودة الدستور. لا معنى لحصر الإسلام في الزاوية التعبدية الكنائسية، الإسلام منهج حياة والمسجد يعبر عن هذا التوجه الإسلامي. رغم حداثة عهده بمثل هذه الأجواء السياسية، فإن التونسي لا ينقطع عن البحث عن حلول تقيه الدخول في التجاذبات السياسية وتضمن له حياة كريمة لا تتعارض مع حرياته الشخصية. ليس من دور الإمام أن يوجه الناس في اتجاه ما أو في اتجاه الانحياز لطرف ما، لكن من واجبه الأخلاقي ومن واجبه الديني الشرعي ومن واجبه المدني أن لا يكون محايدا فيما يتعلق بالقضايا التي تطرح على المجتمع. رغم كل الاختلافات، فإن الرأي السائد في تونس يرى أن تبقى بيوت الله بعيدة عن كل توظيف حزبي، وربما تحتاج الساحة التونسية زمنا حتى تعتاد على التطورات التي فتحت الثورة أفقا لها لم تتحدد ملامحه النهائية بعد. خيار النوري، قناة المتوسط، تونس.